خير اعزائنا مشاهدين قناه سامراء الفضائيه، وياكم مصعب ربيعي المشتري يرموك النموذجي. اليوم راح احكيكم عن نبته العفص او الثويه، وهي من النباتات الخارجيه. طبعا هي هم نبته زينه بس خارجيه. طبعا هي مستديمه الخضره، اوكي؟ يعني مو موسميه، انه على طول السنه تبقى خضره وتصير شجره عاليه كلش كبيره. هاي النبته لازم انه نحطها مكان بشمس، يعني ما يقدر نخليها مكان ظل تام لان النبته تحب الشمس. هاي النبتة هي شجيرة، اكو بيها نوعيتين، بيها النوعية اللي تكون ناعمة، الاوراق مالتها تكون ناعمة وهي تسمى السرو، والعفص الثوية تكون اوراق مالتها خشنة وتكون تصير هرمية الشكل من ترتفع وتكبر. لازم نقلمها دائما لما يصفر بيها وتيبس بيها قسم من الاوراق، لازم دائما انه احنا نقلمها حتى تبقى تنمو عندنا وما تضعف النمو مالتها. التسميد مالتها يكون كل سنة مرتين بسماد كيميائي متعادل على التربة فقط. الأوراق مالتها نحاول انه احنا ما نرشها بالشمس نهائيا، لان احنا ما نرشها بالمي بالشمس الأوراق مالتها راح تحترق وتخرب عندنا النبتة. الأمراض اللي تصيبها أكثر شيء انه يصير بيها نمل وفطريات. إذا نرش الأوراق مالتها دائما راح تحترق وتيبس عندنا ويصير بيها فطريات وتموت النبته، وما نلحق اصلا نعالجها حتى اذا ردنا نعالجها نتلاحق عليها. بالبدايه ولاحظنا هذا الشيء انه نوقف الرش نهائيا على اوراقها، والسقي مالتها يكون يوميا بالاجواء الحاره كلش، انه باليوم مرتين او ثلاثه تنسقي التربه مالتها. التربه مالتها لازم تكون طينيه، اوكي؟ التربه مالتها تكون طينيه وتنسقي يوميا بالصيف مرتين او ثلاثه، دائما نخليها انه التربه مالتها رطبه. بالشتاء نقلل كميه السقي مالتها، تكون باليوم مره واحده. طبعا اكثر شيء يصيب هاي النبته انه النمل، فلازم اذا لاحظنا انه اكو نمل داير مدائرها انه نجيب مبيد زراعي مال نمل، اوكي، ونرش لهذا المبيد حتى ما ياكل الجذور مالتها. اليوم حكيت لكم عن نبتة العفص أو الثوية. نلتقيكم بالحلقات الجاية بنباتات مختلفة أخرى. مع السلامة.